بسم الله الرحمن الرحيم النهارده معادنا مع كيس كويز نمبر 26 كيس data 38 years old female known to have SLE she is in remission controlled with steroids hydroxychloroquine and azathioprine presented to emergency department with acute pleuritic chest pain and breathlessness. مش كورونا يا جماعة الكلام ده كان قبل الكورونا. No cough, infective symptoms or risk factors for DVT. History of single second trimester miscarriage. By examination, she was uncomfortable with short of breath at rest with a respiratory rate 16 cycles per minute.

C3 and C4 within normal. ANA by immunofluorescence was positive with a titer of 1 over 160 and homogeneous pattern. X-ray chest هنشوفها دلوقتي بس نراجع الحالة مع بعض. الحالة female, systemic سيستميك لوبس ان ريميشن او يعني كانت ان ريميشن وجايه فجأة كده ب آه في الاميرجنسي باكيوت بودريتك تشيست بين وبريسلسنس ومفيش كف ولا انفكتيف سيمتومز او ريسك فاكتور فور دي في تي وعندها هيستوري سنجل ساند آه سكند ترمست مسكريد مره واحده بس آه البوزيتيف عندها ان في شورت اوف بريس ده كارديا بسيطه اوكسجين ساتوريشن طبعا المية وفي ثرومبوسايتوبينيا والان طبعا بوزيتيف والتتر بتاعه واحد على 160 والأكتريم بتاعتها اهي So what is the diagnosis? وزي ما اتفقنا هنفكر في الإجابة ونبعت الإجابات على الفيسبوك على يوتيوب ونشوف الإجابة مع بعض بعد ست أيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.